الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا الإمام. الحمد لله، اليوم سيدي احنا اليوم تتواجد أمام مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات وفي إطار التعليمات السامية للمقام العالي بالله، الذي في إطار الخطابات يجب محاسبة ومعاقبة وفضح كل مفسد ولو بمحيطه. بمعنى الرسالة كانت واضحة، وفي اطار الخطابات المتتاليه هو ربط المحاسبه بالمسؤوليه. احنا اليوم كمجتمع مدني، كرئيس مؤسس جمعيه حركه الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم، اصاله عن نفسي ونيابه عن جميع اعضاء امور الخريطه، تقدمنا رفقه المحامي بهيئه الرباط ورئيس الجمعيه المذكوره جمعيه التاج. الحمد لله احنا جينا اليوم تقدمنا رفقته بهذه الشكاية في إطار الفحص، ومن حقنا، لأن ذاك مال العام. احنا اللي بغينا نوصلوا بأن المنتخب للدفاع عن الوطن وعن الراية المغربية ليس بتحفيز مالي، بأن تتجاب بتحفيز وطني. لأن إلا شفتوا على غرار 1986 1990 فالناس اللي حملوا القميص الوطني فهم اغلبهم من البطوله الوطنيه، من البطوله الوطنيه اللي حمروا رايه البلاد. ولكن الغريب في الذكر هي ما غندخلوش حنا السياسه في الكره، كره تتبقى كره، ولكن باش ملي الكره كيف ما تنقولوا بهذا المثال ازهر، كره ازهر، ما نقمروش بمال العام، بمال الشعب، لان ميزانيه كبيره بغينا تصرف في الصحه، في اصلاح منظومه الصحه، منظومة التعليم، بهذا المعنى. ولكن باش نجيو اليوم نتقساو في كأس العرب عن طريق فريق المنتخب الجزائري، ونجيو عاوتاني نتقساو عن طريق المنتخب المصري، هذيك تتبقى لعبة كرة القدم، وهنيئا لهم. ولكن راه المشاعر ديال المغاربه عبر العالم، او اكثر افراد الجاليه المغربيه مقامهم بالخارج، اللي تضروا بهذا سوء التعبير، سوء التدبير. لان ملي تنشوفوا اموال طائله تتمشي ما تخسرتش في هذيك كاع في هذاك الكاس الافريقي اللي تنظم، هذيك الفلوس ما تخسرتش كامله، كي تخسرت على الفريق الوطني. وهذه رسالتي، الى كان لاعب دولي عنده حب روح المواطنه، راه ما خصوش يجي مقابل مال او يجتهد مقابل تحفيز. راه تتم بيع وشراء في روح المواطنه. والخطير في الذكر، هذه رسالتي الى الراي العام، واذا مدى غيبقى ديما المواطن المغربي ساكت وخايف وحشمان. لا، الدستور جا واضح، يجب محاسبه ومحاسبه كل مسؤول فشل، يخلي فرصة للآخر والرسالة أكثر، لأن كل مهنة خصم مواليها. هذه الجامعة خص الناس اللي دوزوا كرة، اللي عطاو كرة القدم، كبدو الزكي، كتيمومي، كالناس اللي عارفين المحيط الكروي، الحرفة ديالهم هي الكرة. ما يجيوش ناس بغي تيدخلوا أحزاب سياسية في إصدار الترويج عن طريق المنتخب. هادشي ما نسمحوش ليه، حيت المنتخب ملك اي مواطن مغربي، ملك اي مواطن مغربي عبر العالم. ما نجيوش او كنلعبوا بالاحاسيس والبروتوكول على والو، راه ما يصح الا الصحيح. وللتوضيح اكثر، لا لتصفيه حسابات. حنا الا كنا محتاجين باش نرفعوا الرايه ديالنا، زياش كان يحضر، لان كل لعاب وعنده كل فنان ولعاب دولي زيد رخصوا واحد الخصوصيات ديال المعامله ديالو خاصه، لان لعاب عنده اضافه اكثر من اللعاب الاخرين. واش شنو هي النتيجه؟ وحياكم الله، وحنا دائما متمسكون، وهذه رسالتنا كمجتمع مدني لجميع المجتمع المدني، جمعيات مجتمع مدني المغرب، بان كفى ثم كفى من الصمت في اطار لا محاربه الفساد. وحياكم الله.